يعني واضح في الأيام الأخيرة من شهر رمضان مع بداية أيام العيد كان في ارتفاع حاد بأسعار البندورة، ورافقوا ارتفاعات في أسعار تانية زي الزهرة والباذنجان اللي كانت أسعارها معتدلة ما قبل رمضان، وكانت المفاجأة كمان ارتفاع أسعار الفواكه بشكل كبير جدا، بحيث أن القدرة الشرائية للمستهلك ما تناسبتش. بقطاع الفواكه شهد ركود في السوق الفلسطيني لأنه ما حدا بقدر يشتري كيلو 15 شيكل و 14 شيكل، لكن البندورة هي تعتبر سلعة أساسية، ما بتقدر تقول للمواطن أنه ما تشتري بندورة لأنه هاي منطقيا، بس أنت بتقدر تعمل نقاش أو مفاوضات مع التجار أنفسهم أنه يكون في تخفيض للسعر، لأنه هذا بإيديهم اللي هم بيعتبروا وسطاء بين المزارع وبين المستهلك، واللي هدول ثالث أيدي بكون بين المزارع وبين المستهلك هي اللي بترفع السعر عمليا. وإحنا شهدنا عدد من المزارعين في طباس وفي منطقة طول كرم بقول لك إحنا ما رجع لنا إشي من السمعة اللي بنسمعها أنه صار كيلو البندورة ب15 ب12. صحيح بصير السعر بالنسبة لهم أفضل من قبل ثلاثة أشهر، ولكن عمليا مش هاي الأرباح الكبيرة اللي بترجع عليهم، ونسبة المديونية العالية اللي تراكمت عليهم أشهر طويلة ماضية أنه كان السعر منخفض، فبالتالي بطلوا قادرين أنهم يغطوا أساسيات المزرعة في عملها. كثير من المزارعين قلعوا بيوت البندورة وبطلوا بدهم يزرعوا هاي الزراعة ويروحوا باتجاهات تانية. كنا إحنا فترات طويلة بمفاوضات مع القطاع الخاص الفلسطيني وتحديدا صندوق الاستثمار الفلسطيني، إذا أنتم عندكم برنامج شركات وبديتوا توجهوا نشاطاتكم في العام 2018 باتجاه محافظة طباس والأغوار، فياريت يكون في توجهات كمان باتجاه إنشاء مصنع لرب البندورة بالاستفادة من الكميات الضخمة في لحظة كثافة الإنتاج، ممكن ينعمل مراكز لتبريد البندورة، لعمل أي شكل حتى ما يضل المزارع خسران. هلا هم بدوا صندوق الاستثمار في موضوع العنب اللابذري وزراعته في منطقة الأغوار، بدايته كانت موفقة، نتأمل إنهم يمتد للقطاعات الأخرى. يعني حتى حكي بجر حكي منطقة الأغوار هي منطقة أكثر منطقة لتربية المواشي والأغنام، فبالتالي نسبة الحليب من الأغنام هي نسبة عالية وفيها فائض إنتاج عالي. القطاع الخاص إذا توجه لهذا القطاع والاستفادة من هذا النوع من الحليب وإنتاج الأجبان اللي بتناسب صناعة الحلويات بنقذوا نوعا ما المزارعين. إحنا متفائلين بالجهد اللي ببذله صندوق الاستثمار الفلسطيني في هذا المجال، ولكن هذا لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولياتها. احنا رحنا على اطلاق اجندة السياسات الوطنية وقرأنا اجندة السياسات الوطنية وسمعنا النوايا الطيبة من اركان الحكومة في هذه الانطلاقة، كان المجتمع الاهلي شريك وكانت المؤسسات الحقوقية شريك والقطاع الخاص والكل اثنى على هذه الاجندة، ولكن للأسف الشديد من لحظة اعلانها من 2017 لغاية اليوم لم يحدث أي تطور يذكر على القطاعات اللي شملتها. الحديث عن تشجيع المنتج الفلسطيني جزء منه المنتج الزراعي، وين تشجيع هذا المنتج مقابل إغراق السوق بمنتجات من السوق الإسرائيلي، وفيش حدا بقدر يمنع هاي المنتجات إنها تدخل. بنعرف تعقيدات المنطقة جيم، منطقة الجدار والمستوطنات والتهريب وكميات الدواجن اللي هربت من السوق الإسرائيلي في شهر رمضان وضبط جزء منها والجزء الثاني هرب إلى السوق الفلسطيني، فبالتالي لازم يكون في توحيد جهد بين الجهات الرقابية، توجيه الجهود في وزارة الزراعة إنه في استثمارات زراعية ضخمة الآن في المناطق المختلفة. فأريحة بتحكي عن قطاع التمور، هذا استثمار ضخم وبضخ أموال في الاقتصاد الوطني بشكل جيد. في الأغوار صار في شركات زراعية كبيرة، ولكن حتى هاي الشركات الزراعية الكبيرة لا زالت بتعاني المضاربة مع المنتج الإسرائيلي، عدم فتح أسواق بديلة أمام المزارعين. طب افتح سوق أسواق العربية والأسواق العالمية، خلي هذه المنتجات تتصدر للخارج، بتحل مشكلة فائض الإنتاج.
خلينا نتحدث عن دور حماية المشترك في الرقابة على ارتفاع الأسعار بشكل عام وش البندورة بشكل خاص. يعني احنا من لحظة بداية القلق الشعبي باتجاه أسعار البندور وأسعار بعض أصناف الفواكه والخضروات تحركنا باتجاه وزارة الزراعة وتحركنا باتجاه الحكومة الفلسطينية ضرورة إحداث تدخلات، مش بس نقول اقتصاد السوق، يعني عدم صلاحية الوزارات لتحديد الأسعار والاكتفاء بشهر الأسعار. للأسف هلا روح على سوق أي سوق خضار أو محل خضار في شيء شهر أسعار، فأنت لا بتراقب على شهر الأسعار ولا بتتدخل بتحديد الأسعار، وبنفس الوقت بتعوضش المزارع عن أضراره ولا في تأمينات زراعية. يعني في صندوق الأضرار والتأمينات الزراعية بنحكى في التقارير المكتوبة عن ملايين الدولارات، بس وينها هاي لما تنضخ كاستردادات كتعويض عن أضرار سواء شتوية أو صيفية أو أضرار طبيعية؟ فكل هاي المجالات هي دور أساسي من دور تدخلات الحكومة في هذا الموضوع. احنا بشكل اساسي بنوعي المستهلك، نطلب منه ترشيد الاستهلاك، الضغط على الحكومة باتجاه حل مشكلة الاسعار المرتفعة، وزي ما بنحكي دائما انه لما المواطن تصيح من سعر البندورة هو عمليا مش بس انه والله 15 شيكل كيلو البندورة اللي حطموا ميزانية الاسرة، مقابلها في فاتورة اتصالات وكهرباء ومية وعدادات مياه مسبقة الدفع للمياه وعدادات مسبقة الدفع للكهرباء وتحديد الحد الأدنى لسعر بوالص التأمين على المركبات وممنوع تقسط وممنوع أي شركة بتقسط بتم مخالفتها بشكل سريع. طب هذا المواطن وين بده يتحمله؟ احنا كنا نأمن سيارتنا يحطها على 3 أقساط 4 أقساط تمشي أموره بشكل جيد، الآن هيئة سوق رأس المال منعت هذا الموضوع، فبالتالي العبء بزيد انه يدفع كاش مباشره وكامل المبلغ في كل القطاعات. فاتورتين بقطعوا عنك الكهرباء، طب الاسر المحتاجه شو نعمل فيها؟ الحالات الاجتماعيه شو نعمل فيها؟ يعني مظبوط وزاره التنميه الاجتماعيه بتقول بنغطي بعض الحالات الاجتماعيه في موضوع الكهرباء، بس ما عندناش تعليمات حكوميه في موضوع المي، ما عندناش تعليمات حكوميه في موضوع مواضيع حياتيه اخرى. فهي الموضوع مش موضوع انه بعطيهم 300 شيكل وبتخلص الدنيا كل 3 أشهر، ما هي في النهاية في مشكلة حياتية يومية، وبتطلع قديش كان في شهر رمضان أهل الخير قديش ضخوا زكاة أموال وصدقة فطر، ولكن ظل الوضع القدرة الشرائية في حالة من التراجع وفيش فرص عمل. انت بتحكي عن بطالة وصلت 38%، نسبة فقر تعدت 39%، بتناسبها بين الضفة وغزة بتلاقي الضفة النسبة أعلى بالنسبة لعدد السكان وإمكانية غياب إمكانية الوظائف والعمل وتوفير الدخل. فهي القضايا كلها إذا بنحكي عن حكومة متكاملة بدها تنظر لهذا الموضوع من كل جوانبه وتمارس صلاحياتها باتجاه حماية المستهلك بشكل أساسي. ما بزبط ان الحكومة تيجي تقول بدنا نراجع اسعار المواصلات عشان والله نقابة السواقين لوحت باضراب، وبصير مشكلة ببطل الموظف يطلع من نابلس على رام الله عشان يوصل على وظيفته، او العكس من رام الله للخليل عشان يطلع يوصل لوظيفته. فبالتالي لا، هدوا اموركم بنعيد دراسة. طب المواطن اللي صرخ من اسعار الاتصالات، ما حدا اعاد دراسة اسعار الاتصالات، ما حدا درس إعادة أسعار الكهرباء وشو نشوف شو قديش بده يستمر الدعم الحكومي لفاتورة الاتصالات عشان ما توصلش حد أعلى من السعر في السوق الإسرائيلي. فكل هاي القضايا متعاونة، إحنا بنحط كتف بكتف مع الحكومة مع الوزارات المختصة، ونحن جزء من المجتمع المدني. إحنا لا عندنا قدرة أن نحول عن نيابة جرائم اقتصادية، بس بنقدر انه نعمل اعتصام، نقدر انه نرفع قضية نيابة عن المستهلك زي ما عملنا في موضوع تحديد الحد الأدنى في أسعار التأمين، زي ما عاملين احتجاجات على موضوع تركيب عدادات المياه المسبقة للدفع اللي بتحول المياه لسلعة. فبالتالي جهدنا هو جهد شعبي، ممكن الحكومة يعني تتفاعل معه، ممكن زي ما صار في البندورة ما تتفاعل معه واستنوا لنجيب بديل.
يا اما الموسم بيبدا بعد اسبوع اسبوعين، يا اما بنستورد من بلد تاني. ولكن هذا كمان الاستيراد فيه له خطورة، اذا جبت من بلد تاني وكان فيها مشكلة مرضية ممكن تضرب لك كل المواسم المتراكمة في البندورة في كل فلسطين. اذا جبت شتلة يعني محصول ممكن يكون مضروب في بلده الاصلي، وهذا حدث معنا في موسم الزيتون، ذبابة الزيتون، وكيف تم نقلها لفلسطين، والآن قاعدة بتتعالج ولسه بنعاني من أثارها. فالموضوع الزراعي مش موضوع مزحة، إنه نجيب منتجات إحنا مش متأكدين من صلاحيتها، مش مفحوصة بشكل جيد. فبضل مزارعنا الفلسطيني ضمان، بضل بده إرشاد زراعي، بده ضغط عليه بتقليل نسبة استخدام المبيدات الزراعية وترشيد استخدامها، وكمان مطلوب منه أنه ترشده بدون ما تعوضه، أنك والله لو قلت له بلاش تزرع بندورة السنة بنفس المساحات وبنفس الكميات اللي زرعت هذيك السنة، حول على منتج تاني بدك تتحمله. زي ما جابوا أشتال البطيخ قبل 3 سنين وقالوا لمزارعين طباس جربوا هالبطيخات، لما يجوا بدهم يبيعوا وزارة الزراعة بتقول لهم احنا ما قلنا لكم بش انه هذا للتسويق، هذا للتجريب. طب صار عندي منتج وزرعت 40 دونم 50 دونم، وحدا زرع 100 دونم، وحدا زرع 80 دونم، طب وين روحوا فيهم؟ هون المشكلة الأساسية. ومفروض انه يتم منع دخول المنتجات الإسرائيلية من المحاصيل الزراعية في الوقت اللي بيكون فيه المنتج الفلسطيني موجود في السوق. هلا في فصل الصيف راح تشوف العنب اللابذري الاسرائيلي واللي نصه مستوطنات راح يضل ينافس في السوق الفلسطيني ليجي موسم عنب الخليل. بعدها بصير يقول لك وعنب الخليل غالي، خلينا على اللي دارج في السوق. صرنا نضطر نعمل مهرجانات عنب ومهرجانات جوافه عشان نثبت للناس انه في عندنا يعني قطاع زراعه ومنتجات ومحاصيل، تعالوا يا عمي اشتروا باسعار محترمة. والسنة هذيك عملنا بالتعاون مع الغرف التجارية وجمعيات المزارعين في مركز البير الثقافي مهرجان للجوافة ومهرجان للعنب، بس تعالي اشتروا بأسعار رخيصة. فهذا مش دور الجمعيات حماية المزارع، هذا دور وزارة الزراعة إنها تدعم المزارع، تبحث له عن أسواق جديدة. إذا كان الحديث إنه إحنا بحاجة إنه نعمل مصانع لعصير العنب فليكن، بحاجة إنه نورده لبلدان تانية بتستفيد منه في صناعات أخرى فليكن، بس المهم إنه يعني نضلنا مركزين تفكيرنا على الاستراتيجيات والأشياء الأساسية. وما تعتقدوا إنه والله جمعية حماية المستهلك بس فاضية أشغال تناكف الحكومة وتناكف الوزارات، يعني والله ما بنناكف فيكم، إحنا بنحط معكم كتف كتف، بنقول لكم في خلل هون في خلل هون. في الآخر أنت بتشوف الناس طلعت احتجت لحالها، فبتصير تقول وين مؤسسات المجتمع المدني وين الأحزاب وين القوى؟ طب ما هي إلها 10 سنين القوى والأحزاب والجمعيات حماية المستهلك مؤسسات المجتمع المدني، خفف العبء عن المواطن الفلسطيني، خفف أسعار الاتصالات، خفف أسعار الكهرباء، اعمل اشي لضبط سعر الوقود. بتقول اسطوانة الغاز 12 كيلو ب 55 شيكل وصل للبيت ب 57، طب الزم الناس انه وصلوها ب 57، ليش توصل ب 65؟ ليش تخلي الناس تنحرق عصابها وتتلف عصابها؟ وانا بعرف كثير من العائلات الفلسطينية لما يوصل موزع الغاز ويقول له 57 يمكن يكون معه اخر 50 شيكل وهو محرج بهاي السبعة شيكل. في ناس هم زباينهم بتعاملوا معهم بطريقة محترمة، ولكن في النهاية هو بده ثمن هاي السلعة اللي هو وصل لك إياها، يا بفكها وبروح. فهاي هي دور الحكومة بشكل أساسي، إنه تنظر للملف الاجتماعي الاقتصادي بشكل جوهري وأساسي حتى الناس تعرف تعيش.